Almost a year ago, in the aftermath of the Syrian regime's sarin gas attack at Khan Shaykhun, the United States offered a warning to this council. We said that when the international community consistently fails to act, there are times when states are compelled to take their own action. The Security Council failed to act, and the United States successfully struck the airbase from which Assad had launched his chemical attack. We repeat this warning today. We welcome all nations that will work together to finally provide relief for the Syrian people. And we support the United Nations political process that seeks to end the war in Syria. But we also warn any nation that is determined to impose its will through chemical attacks and inhuman suffering, most especially the outlaw Syrian regime, the United States remains prepared to act if we must. It is not the path we prefer, but it is a path we have demonstrated we will take, and we are prepared to take it again. السيد الرئيس، تؤكد حكومة بلادي على حقها في الدفاع عن مواطنيها ومكافحتها للإرهاب انسجاما مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها الفقرة العاملة الثانية من القرار 2401، وعلى التصدي لمن يمارسه ويموله ويدعمه، والعمل على استعادة الأمن والاستقرار وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون ومشغليهم. ختاما سيد الرئيس، استمعت إلى زميلتي مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية توجه مجددا التهديد لبلادي أمامكم كلكم بأن بلادها ستتخذ إجراءات عسكرية ضد بلادي من خارج شرعية هذا المجلس إذا استخدمت المواد الكيماوية، تماما كما فعلت إدارتها في واشنطن عندما قصفت قاعدة الشعيرات الجوية في بلادي العام الماضي. إن هذه التصريحات غير المسؤولة والاستفزازية والتي تخالف أحكام الميثاق هي بمثابة تحريض مباشر للمجموعات الإرهابية كي تستخدم الأسلحة الكيميائية وكي تفبرك الأدلة مرة أخرى كما فعلت في المرات السابقة لاتهام الجيش السوري بها. أذكر مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية أن آلية التحقيق السابقة الجيم قد رفضت أخذ أي عينات من قاعدة الشعيرات، لأنها لو فعلت ذلك لثبت بالدليل القاطع أن الحكومة السورية غير مسؤولة عن حادثة خان شيخون، وأن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية من عدوان على تلك القاعدة الجوية السورية هو عدوان موصوف. أدعو ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا بالكف عن انتهاكات قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأن توقف حكوماتهم دعمها للمجموعات الإرهابية في بلادي، والكف عن تقديم المظلة السياسية لتلك المجموعات لمواصلة جرائمها بحق الشعب السوري. ألم يحن الوقت السيد الرئيس للإدارة الأمريكية كي تتعظ من أخطائها وتتوقف عن تكرار هذه الأخطاء؟ ألا يكفي ما فعلوه في فيتنام والعراق وليبيا والصومال واليمن استنادا إلى أكاذيب رخيصة أدانها واستنكرها الرأي العام العالمي؟ يحضرني في هذا المقال قول مأثور لنجيب محفوظ الأديب الذي حاز على جائزة نوبل للآداب، وأقتبس: إنهم كذابون ويعلمون أنهم كذابون ويعلمون أننا نعلم أنهم كذابون، ومع ذلك فهم يكذبون بأعلى صوت.